سلطنه عمان تواصل النمو والتطور نحو الاقتصاد الاخضر للحد من قضيه تغير المناخ العالميه خاصه الاحتباس الحراري هذا واعلنت الشركه العمانيه القابضه لخدمات البيئه بيئه طرح النسخه الثانيه لبرنامج عمان للابتكار البيئي الذي يشكل منصه لتسريع المؤسسات العمانيه التي تسعى الى جعل عملياتها التجاريه اكثر اخضرارا كما سيعمل البرنامج على تحقيق نتائج متوقعه من جذب للاستثمارات في هذا القطاع وتوفير اليه عمليه لحسابات غازات الاحتباس الحراري والعمل على تطبيق افضل الممارسات الدوليه بقياده شركاء بيئه الدوليين